مرحبا، اليوم بدي أحكي عن شوية تكنيك بالكتابة بنستعمل يعني بالنمباي تحديدا. فهي بس الموضوع إنه كيف فينا نكتب كود مثل هذا. أنا بس بدي أحكي بها الأربعة أسطر. عجبوني، هن بينفهموا حلوين كتير وكل شيء، بس حسيت بيستاهلوا إنه حسيت بيستاهلوا اني اوقف عليهم شوي، لانه بلبكو يعني. ف اذا بنقول الكود فعليا كيف حيكون منظره بس ليخلص، طيب رح اسوي على السريع الكود وارجيكم كيف منظره رح يطلع. نحن عم بيكون عنا اكس، بيكون عنا نحن اري مثل هاي 1 2 3 4 وسنة 9، في ممكن اي فاليو، ما ضروري هاي. اوكي، ف خليني اسويها على السريع بس لاقول المنظر كيف حيطلع. فاول شي بنعمله انه نحن بنعمل هيك اري بواسطة هيدا الام بي زيروز. طبعا الدي تايب هيدي منها مشكلة، لانه اخذنا نفس الاكس دي تايب، نفس الدي تايب لهيدا اللي هو الانت اخده، حتى لو ما حددناه بعتقد بيمشي الحال ساك الاحوال. اذا نحن اخذنا على طوله هيدا الرو، هيدا عدد الروز اللي هن 9 رح يكونوا، والكي هن 5. كانت الفكرة هي الفكرة حقيقة هي ميديان فلتر، في شيء بسموه ميديان فلتر بيستعملوه كرمال يعني كرمال يخلوا الفاليوز لشي سيجنال مثلا انه تكون ما تكون فيها كتير فاليو متطرفين، يعني يستعمل البركة مثل لما واحد برسمة معينة بيعمل ادج بلورينج، فبيكون عم بيدمج الادجات ببعضهم الى حد ما. ولا استخدامات تانية حتى، يمكن بالادج ديتكشن، يعني مع انه شغله يمكن غريبه بس ما بعرف اذا بتزبط، موجود بالويكيبيديا على كل الاحوال، بيكتب واحد ميديان فلتر. مهم بلا طول سيرة، انا همي بس التكنيك لانه عجبتني بصراحه. فبس اورجيكم منظر كيف حيطلع الريم بالاخر، حيطلع منظره هيك، منظره حلو مثل تراينجل، 1 1 1 1 1 1 2 3. ليش وقفنا على 3؟ ليش ما هيدا؟ نحن هيدا الخمسة، طول الخمسة نحن حددين سلفا بالفاليو اللي هي كي 5، والكي 2 بيتحدد من الكي مباشرة. أنا حطيته هون يدويا بس هو بيتحدد منه مباشرة، موجود الكود هون بهاي بالجيت هاب، هيدا هو بيتحدد منه على كي ماينس 1 ديفايدد باي 2. بعتقد هيدا بياخد الكوشنت، يعني بياخد الكوشنت فاليو بعتقد. مهم، فبس عجبتني هاي انه التقنية هي انا بعرفها، بس انه حسيت انه منيحة خلي رفرنس هيدا لبعدين. ف حيكون 5 مثلا، وهني حطته شرط انه لازم يكون odd number، يعني الكي ما تختاروا assert انه الكي اسم 2 1، يعني لازم يكون odd، اختاروا 5 3 7 هيك، 5 زيادة عليهم. فإذا كان 5 فحننتهي أكيد بالـ3 هون. هي اللعبة إنه من هون للنص بيعملوا كله وحدات، بعدين بينزل وحدتين، بعدين بينزل واحد، بينزل رايك 2، بينزلوا 3، بينزلوا 4. حلو منظره، 5 6 7 إلى آخره. وهيك بس ليوصل لهون كمان 9 9 9. فموجودين هون، بيقدر الواحد يتأمل فيهم، مانا كتير صعبين، ما حاشرح شي، بس هيك حبيت خليه رفرنس، واتمنى لكم التوفيق.